مساء الخير عليكم جميعا، ونشاط جديد لفريق العمارة الخضراء ضمن قسم الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين العراقية، ومحاضرة جديدة يلقيها الأستاذ الدكتور عوني كامل شعبان تحت عنوان هي التهوية الطبيعية في التصميم المعماري والأداء الحراري للبيت البيئي بجامعة السلطان قابوس. نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور عوني كامل شعبان، مهندس معماري حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة، وماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ودكتوراه في التصميم البيئي من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، المتخصص في الاستدامة والعمارة الخضراء والتصميم الحضري والتصميم البيئي، خبير نظام تقييم المباني الخضراء ليد، خبير نظام الاعتماد الأكاديمي الإبت، خبير الاعتماد في اتحاد المهندسين العرب، يحمل لقب استشاري في نقابة المهندسين العراقية ولقب استشاري هندسي من الجمعية الهندسية العمانية، وأنجز 16 تصميم استشاري معماري وأغلبها من المباني الخضراء، يحمل لقب أستاذ في الهندسة المعمارية، وشغل منصب رئيس قسم الهندسة المعمارية والبيئة في مجلس البحث العلمي ورئيس قسم الهندسة المعمارية في الجامعة التكنولوجية وعضو أكاديمية العراقية. قام بالتدريس في جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وبقي وفي العراق أضاف إلى 4 جامعات عربية وآخرها جامعة السلطان قابوس. أشرف على الكثير من طلبة الماجستير والدكتوراه، وأنجز الكثير من المشاريع وأكثر من 29 تقرير و 29 كتاب، والقائمة طويلة للأستاذ الدكتور عوني كامل شعبان. نرحب باسمكم جميعا، نرحب بالأستاذ الدكتور عوني كامل شعبان، والمايك إليك يا دكتور عوني. تفضل دكتور. أستاذ أحمد، صوتي واضح أعتقد. المايك إليك دكتور، والبرزنتيشن يمك. أوكي. انت اصلا داخل ويانا يا دكتور عوني، ما تحتاج هاي الواجهه. لا دا شوف الشير، ما ادري وين صار الشير. لا بس الاصليه بالقائمه الاصليه، مو بال انت مكنك وداخل. اكو قائمه طلعت يمك كبرها، هسه تطلع عندك الشير جوا. ايه أستاذ أحمد، بس لحظة قاعد أضبط هاي الشير. خذ راحتك يا دكتور حبيبي، خذ راحتك. واضحة الآن الشاشة؟ لا بعد ما طلع شيء. أي نعم 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 طلعت لسه. أوكي أوكي تمام. أوكي تفضل. أوكي، إذا هذا هو صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ أحمد سالم، رئيس قسم الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين. الزميلات والزملاء الحضور، أقدم اليوم برزنتيشن بموضوع فاعلية التهوية الطبيعية في التصميم المعماري والأداء الحراري للبيت البيئي بجامعة السلطان قابوس. أنا طبعا سبق أن تكلمت عن البيت البيئي، هو مشروع أنجزناه
في الجامعة منذ بضع سنوات، وإحنا لا زال هو مركز بحثي. ومن ضمن الموضوع اللي أتكلم عنه هو التهوية الطبيعية. الآن البيت مفعل بالأجهزة القياسية لقياس هذه، فأنا أعطيكم بروجرس ريبورت. خلينا نقول هذه البيت البيئي. أوكي، راح أجمع بين الإنجليزي والعربي لأن بحوثنا كلها بالإنجليزي. فيعني هذا this lecture introduces innovative experience اللي تمزج بين التكنيكال نوليدج والاركتكتشرال ديزاين، وتعطي what is going on the ongoing research on natural ventilation، يعني الوضع الراهن كما هو الآن وين وصلنا. الأهداف من التهوية الطبيعية، أولا to respond to مسقط climatic constraint، to achieve comfort by natural ventilation alone and save طبعا on air conditioning and contribute to sustainability requirement. طبعا أتكلم عن مناخ مسقط، لكن لا بأس، ويختلف كثيرا عن مناخ بغداد، لكن لا بأس يعني الميثودولوجي أن نستعملها قد تكون أيضا هي الأهم للإخوان الذي عندهم بحوث في هذا الموضوع في بغداد. أتقدم الفقرات الآتية. أولا ضروري نتكلم عن المناخ، نعرفه حتى نعرف ما هي المشاكل. وأعطيت مقدمة للفنتيليشن Airflow Dynamics، لأنه ضروري نلم بالتكنيكال أسبكت، ولو إحنا أركيتكس بس we have to talk about the principle. وربطتها بالتراديشن في الخليج وفي عمان، كيف استعارينا مفردات مناخية من التراديشن. وبعدين الفقرة 4 أعطيت الكونسبت، ما هي الديزاين كونسبت للإيكو هاوس فنتيليشن إيشيوز. وتكلمت بعد هذا، بعد أن استعرضت الكونسبت في فقرة 4، نتكلم عن كيف نتحدث عن حركة الويند. There are two issues. Number 5, wind cooling at the building exterior. كيف تجي الرياح من برا وكيف نجتذبها إلى البناية. بعد ذلك نتكلم عن الـ air flow through the building itself. وأعطيت ما يدور الآن من site test, observation and measurement, or conclusion. طبعا مسقط كلايمت is a maritime desert، يعني is a sea shore desert، هي صحراء لكن بحرية، فبيها intense solar radiation و high temperature، لكن قلة المطر، يعني عكس ما واحد يتوقع البحر، هي محدود جدا. ومن دراسة التحليل المناخي كما مبين في الجدول أدناه، نشوف أنه very long overheated period، تمتد معظم أوقات السنة من أبريل إلى أكتوبر، و very short period، وما في cool period. Ventilation alone can provide cooling for 5 months. يعني حتى نكون واضحين، ventilation could only be useful إذا درجة الحرارة الخارجية within and close to comfort. ما في فايدة سوي ventilation والجو الخارجي حار. سيد أحمد واضح صوتي؟ واضح الصوت؟ أوكي. واضح دكتور، واضح جدا، واضح. أوكي. عندنا طبعا إضافة إلى المناخ، عندنا البحر يأثر، يعمل نسيم البر والبحر، هذا مهم أيضا في حساباتنا. هو طبعا to the northeast of مسقط، ويسوي cycle of sea and land breeze. During the daytime البحر أبرد، فيسوي حركة الرياح من البحر إلى البر. At night حركة الرياح من البر إلى البحر.
لأنه يكون أبرد. إذن we have sea breeze fluctuating cycle and it must be considered in the location of inlet and outlet. يعني شوف الرسمين الاثنين يعني بلان للإيكو هاوس نشوف ذي الأسهم during the daytime الرياح تأتي من الشمال الشرقي تدخل وبالليل تنعكس. فهذه كلش مهمة في حسابات مواقع النوافذ وعملية تصير حقيقة أصعب بكثير من بغداد لأنه عندنا اتجاهين مختلفين متضادين يوميا. ما هي الفروقات الرئيسية بين المناخين بين بغداد ومسقط؟ طبعا هذه سكتشز يدوية مو قياس بس تعطي تصور. شنو التصور؟ الجزء العلوي اللي هو مسقط يشوفنا انه الكيرف مال الديلي تمبرشر يشوف الفلكشويشن قليل جدا بين ساعات الليل والنهار، بينما في بغداد على سبيل المثال في فلكشويشن كبير. اوكي، ف كيف الحال؟ الحال انه في مسقط نقدر نعمل تهوية بالليل والنهار لأنه الفروقات قليلة جدا بين درجات الحرارة، بينما في بغداد على سبيل المثال والمتعارف عليه في المناطق الصحراوية الحارة في النهار تقفل النوافذ وبالليل تفتح للتهوية. أريد أعطي بعض التصورات الأساسية حتى يكون حديثنا اللاحق ببعض القواعد العلمية الذي يستند عليها في التصميم. So there are two types of wind pressure differential, horizontal air force and vertical. يعني حركة الرياح تحركها قوتين، أفقية وعمودية. الأفقية نسميها wind force والعمودية thermal بسبب الحرارة. فأولا wind force pressure differential vortices occur when a building obstruct an airflow. أوكي، عندما على اليمين هذا أي تصطدم الرياح ببناية تصطدم بها هنا فراح تعمل increasing positive pressure on the windward side من اتجاه الويند، وعلى العكس يصير decreasing pressure on the leeward. هذا بالضبط كيف يتسبب في دفع التهوية. When we open a window on the leeward and the windward تدخل الرياح وتنفذ. هذا المبدأ البسيط، هذه الحركة الأفقية للرياح. أما الحركة العمودية نسميها thermal pressure force على اليمين هذا رقم C، نشوف بسبب فرق درجات الحرارة من الـ inlet and outlet. So the cool air enters the room at the lower inlet. Okay? ويسخن شوية الهواء and gets warmed up and rises due to natural buoyancy then escape at the top. هذا هو الفرق. إذن هذه تكون حركة عمودية والwind pressure حركة أفقية. وحركة thermal pressure تعتمد على المسافة العمودية. كل ما يكون هذا الجسم مرتفع أكثر كل ما تكون حركة الهواء أسرع. إذن تعتمد كثيرا على الارتفاع وتعتمد أيضا على الفروقات بين الانلت والاونلت. هذا يكون بارد وهذا يكون حار، فكل ما يكون كثير بارد هذا وهذا طبعا يدفع كل ما تكون حرارة أكثر. احنا نسميها chimney effect or stack effect. اوكي، الآن خطوة أخرى، كيف تتعامل الأجسام مع الرياح؟ يعني هنا perpendicular plate perpendicular to the wind stream. مثل ما كنا نتحدث عن بناية قبل شوية نتحدث عن plate الآن حتى نبسط الأمور. causes vortices creating positive pressure on the windward and negative pressure on the leeward. Very simple. Positive, negative. لأن الرياح دور هذا. Okay. Now,
If the plate is inclined like this, كنا نتحدث عن عمودية الآن inclined on the screen. What happened? Then positive pressure and negative pressure. بس هالمرة راح يصير deflection of the wind current. راح يصير deflection. هذا كان straight. هذا يعمل انحراف. راح يوصلنا للرسم الآخر number C. لما two plates are put like that, both inclined or curved مثلا at the top of the shaft, then deflection like that, then one shaft act as an intake and the other shaft as outlet. وهذا مبدأ ال air scoop أو bad gear. Okay. تمام. آخر نقطة حتى نخلص من موضوع الايروداينامكس. External structures attached to the building used to alter the direction of external wind and improve ventilation. فإذا نضيف external edges to the building حتى تسبب لنا فائدة أكبر. So wing walls upward and increases positive pressure. And those downward cause negative pressure. وهذا اللي نريده. الحركة تكون دائما من positive إلى negative. فإحنا دا نكبر البوزيتيف ونكبر النيجاتيف فيزيد. أحيانا أعطيت مثال يجوز هذا wall or construction or plates وأحيانا نباتات. هذه المبادئ ننتقل حتى نشوف كيف نستعملها في كل التصميم اللاحق في التراث وفي الإيكو هاوس مالنا. فأولا ناخذ دروس from the traditional architecture, the traditional Gulf, الإمارات وغيرها والبحرين وهذا عندهم معروف هذا البانجيل الإيرسكوب. It's raised as high as possible above the building. كل ما يرتفع البارجيل أكثر حتى يلتقي بالهواء الأبرد. The inlet opening is at the windward side. مثل ما تحدثنا قبل شوية هذول المبادئ. بالضبط هذول الاثنين اللي شفناها قبل شوية. This one interrupts the air current and scoop it down like this. هذا الاوتلت يسوي نيجاتيف بريشر. تذكرون بالسلايدات السابقه هذا سويت بوزيتيف. دائما احنا نبحث عن بوزيتيف اند نيجاتيف بالتصميم مالنا. فالاوتلت از ات ذا ليورد سايد الجهه المعاكسه للريح كرييتنج نيجاتيف بريشر اند سكس اب ذا اير تشفط الهواء. فهذه تدفع الهواء هذه تسحب الهواء. طبعا هذا كله بسبب الويند بريشر. بس بنفس الوقت الثيرمال بريشر ديفرنشال فيرذر ايد تو اكسبل لانه هذا الارتفاع هم ايضا الارتفاع مال البارجيل يفيدنا بالنزول يجيب هواء بارد بالارتفاع يسوي لنا ستاك افكت فرق درجات الحراره. هذا مثال اخذت صور لما كنت بالبحرين بيت الشيخ خليفه بيستعملون فور شافت لأنه بناء ما كان تكنولوجيا يقدر يحرك الفتحات مال البارجيل فيسوي فور شافت in order to address the fluctuation of diurnal and wind لأنه دائما في fluctuation. فهذولا أربعة هذولا هنا أربعة ف there are always two shaft in the windward and two in the leeward. فهذه كان الحلول السابقة. في عمان ما يستعملون البارجيل يستعملون long windows. They have long vertical windows. هذول long vertical windows they have lower and upper openings. So the lower opening inlet cool breeze and the upper opening expel. هذا diagram to explain this. Here we are رسمت هذا الدياجرام سكيتش سريع in and out. نرجع الآن إلى الإيكو هاوس مال جامعتنا. We have developed
ديزاين كونسبت. كما تلاحظون احنا ما نتحدث فقط عن تكنولوجي، نتحدث عن جمع بين الافكار المعماريه مطعمه بالتكنولوجي. وانا اعتقد هذا اعظم شيء عندما تتلاقح التكنولوجيا مع العماره وينتج ابتكارات. فاولا الفورم، ذا بيلدينج فورم كونفيجريشن، الان كلها لها علاقه بالمتطلبات البيئيه، من ضمنها الظل كما تحدثت في محاضره سابقه. بس الان كيف هذا الاتش فورم، اتش فورم حرف اتش، كيف يتفاعل مع الفنتيليشن؟ بيها نورث اند ساوث كورت يارد، نورث اند ساوث كورت يارد، هذول يو شيبد، يو شيبد كورت يارد. شنو هما؟ نعتبرها اير سكوبس، لارج دبل هايت اير سكوب. هذا بالبعد الثالث، وين بوت ات ان 3 دي فورم نشوفه هو حقيقه اير سكوب، وهذا ايضا اير سكوب متكون من 3 walls، وبعد يجي فوقها غطاء كفر روف كانوبي. فهم يشترون الان يعني خطوه ما بعد التراث، يعني دخلنا التكنولوجيا لإضافات أخرى. فهم they work as a horizontal and vertical scoops. ومثل ما تحدثت في البداية المناخ صعب معنا لأنه تتغير حركة الرياح تماما بين الليل والنهار، فبالنهار ألقفها منا وبالليل أقفل هذول النوافذ والتقفها منا. فاحنا يعني عمليه جدا معقده لكن اثبتت جدارتها. Now the windows types and position ايضا اخذنا التراث وطورناه. فالكورتياد الثنين بها vertical windows، vertical windows influenced by tradition، وبها inlet and outlet. ايضا احد الابتكارات في هذا البيت الدبل شيل سيستم اللي تحدثت عنه من زمان في محاضره. هو الدبل شيل بالاساس الفكره يعمل ظل شامل للسقف السطح والجدران، كلها مغلفه ب لايت ويت شيل رابز اراوند ذا وولز اند ذا روف بروفايدنج توتال شيدنج. لكن احنا كل ابتكار نحصل منه عدة فوائد، يعني هو إحدى الفوائد اللي تكلمت عنها في السابق للظل، بس اليوم نفس الابتكار استثمرناه لتبريد البناية. There are cavities between the outer shell and the building acts as ventilator to cool the outer building surface. يعني خلي يكون واضح الآن هذا الابتكار أنا أعتقد هو يعني جديد جداً، يجب أن لا نفكر بالventilation فقط، هواء يدخل إلى داخل المبنى ويمس الجسم البشري ويبرده، لا، إحنا نتكلم عن خطوط دفاعية مسبقة خارج. أول مرة نبرد القشرة الخارجية للبناية وراح تفيدنا بالأداء الحراري، وراح نستفاد بحسابات يعني الأساتذة الرواية المختصين بالثيرمال راح يستفادون، بنفس الوقت المختصين وياه بالفنتيليشن يستفادون. فده شوف يعني كل خطوة ابتكارية بها عدة نتائج، يعني كل ريال نصرفه نحصل منه عدة أشياء مرة واحدة. فهذا الدبل روف سيستم، شوف هذول دبل روف اللي هو متكون ايضا اساتذه الكهرباء بروفيسور عبد الله البادي لما القى محاضره، نشوف هذول البي في بانلز هم للحصول على الطاقه الشمسيه، لكن تشوف رتبتها بطريقه بحيث الهواء تدخل تحتها وتبرد البيت، فحصلنا بلاش يعني شغله اضافيه بلاش. وهذا شوف هنا البي في بانل وهذا النورث كورتيارد، شوف شلون صارت سكوب مثل البارقي اللي يجي الهواء ينزل تدفع. هذه شوفتكم في البداية شلون البليت هاي المائلة تضربها للهواء وغصبا عنه ينزل جوا، ومن ينزل للنوافذ الجوانية ومن يخرج من العلوية وهكذا.
هنا مثلا الدبل وول سيستم، البناية محاطة بغلاف خارجي جزء منه نباتات، وهذه أهديها الدكتورة جالة، جرين بايو وول، متسلقات على حول المبنى، ففيها كافيتي، شوف هناك كافيتي وهنا سبيس، الهواء أيضا نسحبه من بدايتها الشمالي ويدخل الضيوف، هواي بالمناسبة الضيوف يجونه يتعجبون من يوقفون هنا، هو يعني نسيم عليل يمر عليهم، احنا بعدنا خارج المبنى طبعا بعد ما دخلنا. اوكي، اذا ماذا كيف نتعامل مع الريح؟ طبعا الريح احنا لعبنا بيها بخلقتها، نجيبها منها وندخلها منها وغصبا عنا يعني هي تحير منتج الرياح على البيت وندخلها. فاذا the design ventilation system consider the wind behavior as it approaches the site until it enters and exit. إذن ها نمسك الرياح من توصل للموقع، من توصل للجامعة السلطان قابوس نجيبها للبيت، من تدخل البيت الموقع السايت نمررها بأمور معينة، بعدين نوصلها للإنلت والإكزت. فإذا يكون واضح زميلاتي وزملائي الفنتيليشن هو مو فقط نافذة إنلت ونافذة أوت، وإنما الفنتيليشن كله يشتغل خارج البناية وداخله. فإذا يمر بالمراحل الأربعة الآتية: Redirecting wind currents by landscape. دكتورة جالة هاي هدية إلك. اثنين: Water fountain heat exchanger. هذا أيضا landscape وهاي هدية ثانية دكتورة جالة. يجي الآن إلى البيت: Air scooping by house configuration اللي تحدثت عنها، و double shell ventilation. هاي كلها at the building بعد ما دخلنا البناية، يعني نص المحصول مالنا بالرياح نجيبها وندورها ونبردها وقبل بعد وتدخل البناية. أوكي. فـ redirecting wind current by landscape. الآن اللاندسكيب كيف استعملنا؟ إحنا سوينا classification للtrees اللي عندنا واللي زرعناها، ثلاث أنواع إحنا محتاجين: cylindrical سميناها cylindrical يعني طولية، وأمبرلا النخلة سميناها أمبرلا، وهذه سميناها سفيريكال، وكل واحدة تشتغل في الشيء سوينا بالفنتيليشن. أوكي، الآن كيف استعملنا هذول السيلندريكال والأمبرلا والهذه؟ السيلندريكال on the north، هذا north، هذا north here north. We put cylindrical on the northwest to shade the ground to deflect. احنا طبعا بالمناسبه بالنهار النورث ايست ويند تجينا، فتجي النورث ايست ويند to be deflected by this barrier وتدخل. الامبريلا تريز هذول الفائده مالته هذول الامبريلا، هذا طبعا نموذج مبسط يعني دايجراماتيك، يعني الزراعه موجوده كامله هنا زرعناها. أول شيء الفائدة مال الأمبريلا أنه تسمح، لأنه بها ترنك طويل وظل منها عندنا ظل، فتجي الرياح بسهولة تدخل وتصطدم بهاي وتدور، فإذا تبرد الأرض والريح تبردها وتدفعها. Now cylindrical trees on the southeast هنا تسوي نيجاتيف بريشر. تذكرون لما رسمت سابقا الغرفه شلون اكو بوزيتيف بريشر واكو ديفليكشن، نفس هذا طبقناه بالضبط. وبنفس الوقت جراس لون، يعني زراعه النباتات زراعه الارض ايضا محدده حتى يجي الهواء يمر بها ويبرد قبل ما يدخل البيت هذا. طبعا هذا حاله النهار، بالليل العكس، ما اريد ادخلكم بتفاصيل كثيره. الان ايضا سويت تصميم لفاونتين، فاونتين هي بسيطه ما بها شيء، لكن الغريبه بهاي الفاونتين هي تجلس على 3 متر ديب تانك تحت الارض، هذا الماء تحت الارض يكون the temperature
equal to mean annual يعني several degrees lower than the outdoor. فيجون الزوار يمدون ايدهم على الصيف الحار على هذا المي يمسكوا بيدهم بارد زلال. فتجي ال southwest prevailing wind تروح لل south courtyard هذا بال south courtyard and gets deflected by the roof مثل ما قلت لكم بالسكوبينج and passes over the fountain ويصير كل مس بعدين يدخل. وهذا اني حضرتي دا اشتغل جوا بالخزان بنشيك قبل ما نخرج منه. طبعا هنا بري كاست يونت تجلس فوقه وتجلس الفاونتين وهاي المضخات تحت الارض عندنا تسحب وتمرر جوا ويبرد ويطلع والاخره. اوكي الان اريد اعيد بعض النقاط عن عمليه السكوبينج scooping of the house by the house يعني شلون يشتغل. اول شيء تقريبا هنا بها تكرار the photovoltaic on roof act is a scoop over the north courtyard هلولا هنا and deflect the prevailing northeast wind down to the living room. بالمناسبة البحث الآن ده نشتغل على living room لأنه البيت كثير بيه غرفة ده ناخذ غرفة نسوي التيس وبعدين ننتقل إلى غرفة. فهذه النتائج ده نعطيكم إياها على living room هاي الوسطية البيت بيه هاي living room هاي المجلس وهاي كيتشن وبيدروم كلها تدور حول الليفينج روم والليفينج روم تتصل بالنورث كورتيارد والساوث كورتيارد وحقيقه تنفتح عليها في 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 انتقال العائله يعني العائله كانت تعيش برا وداخل اللي. اذا يو شيب نورث كورتيارد اكس از هوريزونتال اير سكوب وكذا وكيف تتحرك اذا يعني هاي عاده وهذا وصف مره ثانيه للاير سكوب. الآن أتحدث مرة ثانية عن الدبل شيل سيستم حتى أكد عندنا روف وعندنا وول. هذا الروف بي كافيتي بين البي في بانلز وبين السقف حتى يدخل الهواء. هذه الكافيتي جوا وأنا نازل جوا ماخذ الصورة فيجي الرياح تنزل تحت هذولا وتفوت وتبرد. فيما يخص الوالز أنا تحدثت قلت في وولز وبنفس الوقت براندز وهذه الفاونتين تجي الرياح تدخل هنا وتبرد المنطقة قبل ما تدخل إلى البيت. الآن بعد كل هذا نجي the airflow in the building. هسه بعد أن لعبنا بخلقة الرياح إلى أن وصلت إلى أن بردناها هسه الآن قلت اسمح ليش تدخلين فتدخل وهي صاغرة بعد أن بهذلنا أحوالها وبردت. فإذا ندخل بنا وراح مثل ما قلنا هذا يعني حتى ما ندوخكم أخذنا living room as an example. So the window sizes and locations are designed to respond to the combined effect of thermal and wind pressure. أنا تكلمت عن ال wind pressure والthermal pressure separately بس في الواقع هم مو كل واحد يشتغل وحده they come the wind come. فإذا الديزاين الناجح هاي نقطة كلش مهمة لازم يخلي thermal pressure and wind pressure work together. الخطأ الفادح اللي يقع به أحيانا المصممين يجي الwind pressure باتجاه والثيرمال يشتغل بالعكس فواحد يغلي الاخ والتاوية تموت. فهذه جدا حساسة وعندنا كلش حساسة لأنه الرياح تتغير. فإذا هاي كلش مهمة they must work together to facilitate airflow at the lower inlet and exit at the upper. ها تجي تدخل تطلع من برا. فإذا أولا ماذا عملنا بالثيرمال بريشر؟ The double volume height of the family room increases the length of the thermostat. The double family room is a double volume. The double volume لأسباب عديدة من ضمنها visual, aesthetic, شعور بالفضاء. لكن الربح في تفكيرنا كل شيء نسويه نطلع منه ربحين أو ثلاثة مش ربح واحد. فإحنا حققنا visual feeling بالliving room بس بنفس الوقت الارتفاع مالها قدمنا ما سمينا تذكرون stack effect يعني lower openings
صارت مسافة بعيدة عنها بالطابق الثاني الأبر أوبنينج، فتحرك الثيرمال بريشر فيري ويل مثل ما تعلمنا من التراديشن. وات أباوت ذا ويند بريشر؟ الويند بريشر هنا التعقيد شنو بيها؟ نفس أنواع الانلت والاوتلت ويندوز ار لوكيتد اون ذا نورث وولز and on the south wall. فلازم نشتغل بحيث السايكلز مال الداي اند نايت بريز، يعني النسيم البر والبحر، يعني مثلا في النهار نقفل هذول عندنا بالطابق الارضي، مع الاسف الصوره جدا سيئه، نفتح النورث لور اوبننج ونقفل اللور اوبننج هنا. هذا الصوره حقيقه تسوي كومبينيشن اوف ذا لور اند ابر. بالليل العكس يكون، فاحنا هذه اللي يسكنون بالبيت يفتحوها باليد، لكن ايضا طلاب قسم الميكانيك سوى بحث سوى اوتوماتيك يعني كنترول سيستم تلقائيا مع الحرارة يقفل ويفتح النوافذ. يعني مثلا بالنهار يقفل الفتح يفتح النوافذ الشمالية السفلية ويقفل المقابيلها السفلية، ويفتح العلوية المقابيلها والعكس. فهو هذا صار سوى بحث جيد جدا كله إلكترونيك كنترول، هو أوتوميتد. فتشوفون الآن بالمناسبة هذا الإيكو هاوس، وأنا يعني طبعا شرفت بأنه أنا المصمم لهذا المشروع ورئيس الفريق، اشتغلوا من بضع سنوات إلى الآن فرق كثيرة، طلاب الماجستير يجون يسوون بحوث، هذا مثلا الأوتوميشن سواء طلاب ماجستير بقسم الميكانيك والكهرباء، طلاب المعماري يشتغلون، والأساتذة يسوون بحوث، فالآن صار مركز بحثي حقيقة. الآن What's going on now? We are testing. We are still testing. Site tests are concentrated on the family room as shown in the section in the plan. هذا السكشن والبلان تحت. هذه مجموعة كبيرة من المخططات ما أدوخكم بها، بس هاي تنطي location of instruments وهذا بحركة النهار مثل ما تحدثت automation، نفتح lower opening ونفتح upper opening وهذولا مقفولة وتدخل الرياح هكذا، بالليل هذا ينفتح هذا ينقفل هكذا. This is in the plan. We have a lot of drawing ما ندوخكم بها، لكن نرجع حطينا كثير من الانسترومنت. طبعا عندنا محطة weather station فوق السطح، مثل حضراتكم ما تعرفون يعني المعلومات المناخية اللي نحصلها من الأنواء الجوية تختلف كثيرا عن الموقع. تعرفون يعني المناخ يتغير من المقاسات اللي خارج المدينة، بالمدينة يتغير يصير هيت آيلاند، من يجي إلى الجامعة إلى كل مكان. فحتى نكون بالسليم عندنا ويذر ستيشن كاملة حتى بالضبط نقارن بين مثلا درجة حرارة الرطوبة اللي حصلناها في الساعة الفلانية فوق، نقارنها بدرجة حرارة الرطوبة اللي حصلها داخل الغرفة، وحركة الرياح واتجاهها كيف كانت وكيف صارت. وwe monitor this by the way. هذه مجموعة كثيرة من الأجهزة، وعندنا data logger وعندنا receiver وwe record، عندنا information every few minutes، وهذه المعلومات دا يستفيد منها الباحثين الآخرين في الكلية. المؤشرات الأولية ventilation achieved comfort for at least 4 months. وحقيقة نقدر نضيف شهرين أخرى بالليل. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه إحنا air condition نقفله كليا 4 أشهر وشهرين إضافية، بينما في مسقط الاير كونديشن يجب ان يشتغل 12 شهر بالسنه
و24 ساعة باليوم. يعني هسه انا الاير كونديشن مشغله بالبيت اللي انا ساكن فيه، ماكو شيء اسمه يتوقف الاير كونديشن، ولهذا تكاليف الاير كونديشن هائلة جدا. وطبعا ما عندنا شتاء حقيقة، فالاير كونديشن يشتغل طول السنة. فلما احنا نقول 4 months يعني 30% at least saving on cost of air conditioning. And this is what we mean by sustainable design, a green building design. That's what we mean by that. يعني طبعا we conclude, حتى أنا ما أحب أطول عليكم المحاضرة, we conclude that the project contributed substantially to sustainability requirement. فيستحق البيت ما نسميه بيت بيئي. وبعدين حقيقة شيء جدا مهم, يعني سوينا a lot of innovations, وإن شاء الله هم ألقي محاضرات أخرى بالمستقبل على بعض الأشياء الأخرى. It's an innovative experience that integrated technical knowledge with architectural design. هذه هو المهم. يعني في كثير من المشاريع البناء والعمارة, شوف لك الميكانيكال انجينير يسوون بحوث معينة والاركتكت يسوون بحوث معينة, وماكو جروب انتركونكتيفيتي, ماكو جروب ورك. هذا يتميز مشروعنا بأنه اشتغلوا به ما أعرف إيش قد, يعني فد عشرات الأساتذة من كلية الهندسة, وما أعرف أعداد هائلة من الطلبة. وكان من أصعب شيء علي في هذا المشروع كيف تقود فريق متباين, يعني architecture, civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, جماعة البيئة, to coordinate all that work and come out with result. It's a really big challenge for me as a coordinator, and I'm proud of the work of my colleagues. ونشروا عديد من البحوث والآن لا زال ينشرون. أيضا التست تبين the project responded very well to Muscat climatic constraint, اللي قلت لكم very complicated climate, achieved thermal comfort. We did a lot of saving on air conditioning. Oh, thank you very much. آسف على الإطالة. شكرا. أستاذ أحمد. دكتورنا حبيبي. كملت هذا. شكرا. 16 دكتور. احنا حتى مثل ما اتفقنا اختصارا للوقت, يعني يا ريت المداخلات تكون مختصره حتى نقدر ناخذ اكثر عدد ممكن وما نتاخر على الحضور الكرام. دكتور حسام, اول المداخلات لدكتور حسام. اهلا وسهلا, عرف نفسك دكتور حسام للحضور, منورنا اليوم. الدكتور حسام البلي, استاذ قسم العماره سابق جامعه عين شمس, واستاذ في الصيانه والتشغيل وخبير دولي في وحاصل على جوائز كثيره سواء على المستوى الدولي او المستوى العالمي, وتباحثت في التهويه الطبيعيه من سابق. انا بشكر دكتور عوني, انا هكون مختصر جدا. بشكر دكتور عوني في هذا الموضوع, ابريشيت يعني بجد وشابو على الشغل اللي عمله, وخاصة اني انا كان عندي شوية كونسترينز, الا وهي ان هو قدر يحول هذا البيت, وانا عايز اخليه يبقى عربيا, يعني هو بيت بيئي لكن هو في البيئة العربية, ان هو حول البيت العربي القديم ان الانر كورت عمل ديفايد ليه لجزئين, في واحد في الفرونت وواحد في الباك, وعمل الكوريدور للتهوية. فده طبعا شيء جميل جدا. أنا النقاط اللي كنت بتكلم عليها ثلاث نقاط. اتكلم الدكتور عوني على عناصر البيت وأجزائه, واتكلم على الدبل روفينج. طيب أنا بالنسبة للحوائط
كان علي عندي تصور فيها على اعتبار الماتيريال بتاعتها والسكنس بتاعها ليها تأثير على الهوميديتي وعلى درجة الحرارة. كذلك استخدام مواد الدهانات الحديثة برضك ليها مؤثر كبير في معالجة الحرارة. وطبعا اتكلم على الايدنتيتي، وانا دي دايما بحط عليها كونسترين مهم جدا، ان احنا لازم يبقى البيت برضك سواء بيئي موجود في البيئة العربية محتاج يكون ليه شخصية. فلما اتكلم على الشبابيك العلوية، طيب واحنا الهواء دايما بيجي وفي تغيرات مناخية غريبة بتحصل، يعني هو بيتكلم على 4 شهور اللي موجودين، وساعات المناخ بيختلف وبيزيد وبيقل، وبعد الحروب دي ممكن يحصل تغير. فهل بيبقى في سلك او فلتر علشان هذا الرياح اللي بتبقى داخله ممكن تكون محمله بالاتربه؟ فلابد ان هيبقى زي ما هو قال ان في سمارت سيستم بيقفل ويفتح، فدي انا يهمني. ونمره 2، كان بودي ان هو يكون حط البوينت الاخيره اللي هي المينتنس والاوبريشن علشان للسستينابيلتي بتاع هذا البيت فور ا لونج تايم، ويبقى في كويشنير للناس اللي بتبقى موجوده، لان هذا البيت يتنفس ممكن يؤثر على المستخدم او شاغل هذا الفراغ. واشكركم. أجاوب أستاذ أحمد. أستاذ حسام شكرا، بين ملاحظات خبير، ملاحظات مهمة جدا جدا. بالمناسبة الحوائط الخارجية هي كلها مادة very lightweight material. أنا شوفتكم الكلايمرز نباتات، بس بنفس الوقت عندنا لوفرز وعندنا بانلز من سعف النخيل، فكلها خفيفة جدا وما تسبب عبء حراري. يعني المقصود لازم تكون لايت ويت. ما عندنا مشكله بالاتربه، هاي النقطه الوحيده خلينا نقول الجيده في مناخنا. ما عندنا عواصف ولا رمال ولا اي شيء، فما عندنا مشكله. طبعا الحشرات عندنا اسلاك يعني. حقيقه نقطه مهمه جدا المينتنس، ووضعنا برنامج عن المينتنس والكوست اوف مينتنس وكيف تختلف عن المباني البسيطه. والان البيت عمره تقريبا 7 سنوات، فاحنا يعني المينتنس قليل. وبالمناسبه دكتور، ترى المينتنس ايضا بالنسبه لللاندسكيب، لانه اللاندسكيب عندنا جزء مهم من التصميم، وايضا عندنا طريقه للمينتنس. شكرا. شكرا دكتور عوني. وانا بضيف، انا رئيس لجنه الكود المصري وعضو الكود العربي وعضو مجلس الامناء في الصيانه، واتمنى ان يبقى في كود للصيانه في مسقط في عمان يلتزم بقيود المباني التراثيه والمباني العامه. واشكرك. شكرا جزيلا وننتظر نشاط من حضرتك، نتواصل انا معك. شكرا جزيلا. دكتورة جالة، دكتورة جالة نرحب بيك. دكتورة جالة والمايك إليك. دكتورة جالة شكرا أستاذ أحمد، شكرا دكتور عوني. حقيقة يعني محاضرة شيقة وأسلوبك جميل جدا. أنا ناسية، أنا أكيد حضرت محاضراتك بس ناسية. بسيط ويعني مواضيع معقدة لكن تقدمها بسلاسة حقيقة. اللي عجبني حقيقة يعني فكرة وجود مختبر حي اللي يجمع بين، مثل ما تفضلت، مو فقط بس يجمع بين التقنيات وبين التصميم المعماري، ولكن هو مختبر حي عبر الاختصاصات. يعني مثل ما تفضلت، يعني يجون بباحثين من الهندسة الكهربائية، الميكانيكية، معماريين، مدنيين. يعني هذا نحتاج لهيك تجارب كثيرة ببلادنا، لأن أولا تجسد الـ يعني الناحية العلمية، الصرفة ما تنشر وبعدين شي يصير بيها ما نعرف. فيعني
كثير يعني أهنيكم على هالتجربة وأتمنى أنه يعني نسمع أكثر عنها. أنا عندي كان سؤالين. أولا بيوت اللي ببلا يعني حتى بالعراق بس يعني خصوصا بالخليج عادة البيلدينج فوتبرينت يعني مساحة البناء تقريبا تاخذ أكثر مساحة الموقع وبعدين الجدران عالية تكون، فكيف تأثير هذه يعني جدران السياج يعني الأسيج مال البن هذه شلون تأثر على الـ الأداء الحراري والريح أيضا، لأن أعتقد عامل مهم أولا. والسؤال الثاني الشكل اللي هو يعني حلو كلش الحرف الH الإنجليزي يعني الكورتيارد فوق وجوه مناخ من ناحية المناخ والمنظر وهذا جميل، بس أنا الشيء الوحيد السؤالي دكتور عوني بالنسبة للأداء الحراري، لأن أنت كسرت أسطح المبنى يعني تخيل أنت المبنى كيوب أكيد ما رح يكون بالنسبة للويند كفوق، لكن من تجي تخلي إيج أنت عرضت كثير من الأسطح لل يعني للأشعة الشمس، فإذا ممكن بس توضح لي هذا أكيد مفكر بها فاري أحب أعرف وأستفيد من هذا، وممنونة المحاضرة رائعة. شكرا دكتورة جالة، حقيقة أسئلتكم سال قبل تخوف لأنه من خبراء فلازم أكون حذر بالإجابة. طبعا حقيقة الفضل الأول لهذا البيت مجلس البحث العلمي في عمان اللي مولنا بحوالي، والجامعة أيضا اجتمعت بالتمويل حوالي نص مليون دولار للأجهزة وإلى آخره والمختبر وهذا. فهذا طبعا أنا أعرف دكتورة جالة وأكثر من واحد رموا علي هذه تقول لي يقولوا لي أنت البيت أو البناء في المناطق الحارة تكون مينيمم سيرفيسز معرضة للخارج، كل ما تكثر السيرفيسز كل ما راح يزيد تعرض الهواء الحار، وأنت إذن هاي نقطة سلبية لك. جوابك الآتي، هذا فكرنا بيه طويل وقعدت بالتصميم، هذا المينيمم سيرفيس اريا هو واحد من الحلول وليس ذا اونلي سوليوشن. هنا احنا نريد المساحات المعرضه منه، اولا الكورتيارد، كورتيارد الشماليه از ان توتال شيد بيكوز اتس نورث ومحاطة جدران فإتس شيد. الجنوبية بها السقف، يعني حقيقة ما حكيت على التصميم، هاي السقف يمتد beyond it فإتس in total shade. بعدين السيستم of double shell يعني حقيقة البيت من واحد ينظر عليه من الخارج ما يشوف كورتر، يشوف shell خارجية. For all the outer surface of the building in shade، فبعد أنا ما أخاف من الـ amount of surface area لأن الـ surface area أنا عاد استثمرها لأعمال أخرى. ما أعرف إذا جاوب الدكتور جالة أو بعدني. لا حلو يعني جيد يعني، ومثل ما قلت ماكو حل أمثل يعني تسوي كيوب أداء بالنسبة للحرارة يمكن الاكتساب أقل لكن ما رح ينفع بالنسبة للويند أكيد ما رح يكون كفو، فحلو يعني أنه فكرت بيها. وبالنسبة للويند ويعني الـ aerodynamics when you have high boundary walls how does this affect it how did you take it into consideration sorry دكتورة how for the سياج الخارجي قصدي؟ إيه بالمناسبة أولا لا تزال في عمان، إحنا نتحدث عن البناء الحديث، الدولة تعطي 600 متر مربع للقطعة، فمجلس البحث العلمي اشترط علينا شروط انه نعمل typical modern Omani house، فلازم تبني في 600 متر بالضبط، واخذنا من الجامعة بالضبط 600 متر. الأسجة الخارجية طبعا about 1 meter 20 فتأثيرها محدود جدا.
ف this is how we handle. ولذلك wind movement is free تقريبا. We are not in a traditional neighborhood ديها المباني متلاصقة. We are not there. We are in a modern neighborhood and this is what it is. مفتوحة. شكرا. اوكي شكرا شكرا دكتور عوني. شكرا دكتور رجالة. دكتور أكرم العطار تفضل. دكتور أكرم السلام عليكم جميعا. شكرا دكتور عوني للمحاضرة مو بس قيمة متكاملة وتعليمية بجانب الريح والراحة الحرارية. ما راح يكون سؤالي وتعليقي على الموضوع لأنه متكامل وممتاز، لكن في التصميم عادة من النقاط المهمة اللي يجب أن نواجهها هي التحديات، وأنت من حيث الاختبارات اللي تقومون بها تغطون جانب كبير من التحديات ومدى نجاح المنظومة للبيت البيئي، وأعتقد أنتم موفقين في هذا الجانب من التحديات. هناك تحدي آخر أمل أن يضاف في ضمن الاختبارات اللي هو أنت ذكرت عليه أنه إحنا دا نحقق ربح، عندنا AC cost versus راحة حرارية باستخدام طاقة طبيعية. لا بس أن تصير دراسة اختبارية لهذا البيت البيئي من ناحية الكلفة، عندك أنت الكلفة الابتدائية الكلفة الابتدائية راح تكون عالية، هاي عادة تكون عالية، والتشغيلية لحد ما، لكن التشغيلية بها ربح، فرق ربح مقارنة ويا بيت غير بيئي. حتى لو تدرسون للبيت البيئي العفو. ما استاذ احمد انا رجعت له بعد. الو احمد، استاذ احمد تسمعني؟ اي نعم رجعت دكتور تفضل حبيبي. أرجع إلى سؤالي أبدي بالنهاية. يفضل أن يكون ضمن الاختبارات مالتكم دكتور عوني هي مدى الجدوى الاقتصادية rate of return، يعني أنت عندك كلفة ابتدائية وكلفة تشغيلية بس عندك over time فارق ربح باستخدام منظومة طبيعية بدلا من استخدام الاي سي، وذكرت الاربع اشهر تستفاد من عندها. فحبذا لو تصير دراسه من اختصاص بالمكون الاقتصادي الجدوى الاقتصاديه انه اوفر تايم بعد ايش قد فتره زمنيه انت راح تقدر ترجع الكلفه الابتدائيه مقارنه ويا بيت اعتيادي. ما اعرف اذا كان سؤالي، هو مو سؤال، هو الحقيقة مقترح لإضافة ضمن البيت حتى تتكمل الاستدامة، لأن الكلفة الابتدائية قد تكون مانع كبير لاستخدام هالمنظومة في البيوت إلا بعد ما واحد يكتشف أنه فائدته أوفر تايم راح تسترجع المبالغ اللي صرفتها بالبداية، وهذا راح يكون نجاح للمشروع أكثر. وشكرا جزيلا وأعتذر لإطالة سؤالي. استاذ احمد انا انتهيت. اي حبيبي دكتور جزيلا. ما اعرف اذا سؤالي انسمع ولا لا. لا انسمع، لا انسمع، انسمع انسمع. ننتظر من دكتور عوني الاجابه. شوف دكتور عوني،
ما ادري دكتور عوني ما اعرف اذا سمع السؤال ولا لا. لا سمع بس الظاهر اكو في المشكله بال نعم ومشكله صار عنده بالنت. دكتور عوني وعده ويانا. دكتور عوني اذا تسمعني دكتور عوني. تفضل دكتور عوني. العفو تسمعني؟ نعم اسمعك. تفضل دكتور. جزيل الشكر للدكتور اكرم على هذه الملاحظه القيمه، وانا جاوبت بس راح اعيد الجواب الان. طبعا دكتور هذا هو بيت اختباري، الكلفه ماله عاليه مقارنه بالتيبيكال هاوس، فهذه النتائج لما تطبق على ماس برودكشن اوف هاوسز ويكون الفيزيبيليتي ستدي لها قيمه اخرى. الان موجود ناس يشتغلون على الفيزيبيليتي ستديز، يعني مثلا الفنتيليشن الناتشرال فنتيليشن يقتصد لنا بهالفيد، البي في بانلز تسوي لنا طاقه شمسيه فري ونبيعها بالمناسبه للنتورك مال المدينه، الفاونتين يسوي كذا، اللاندسكيب يعمل كذا، فكل وحده منها بها هاي انيشال كوست والرننج كوست والباي باك بعد نشوف ايش قد. فيعني حقيقه هذا مهتمين به، بس لكن يكون واضح it could not be economical like a typical house اللي مبني بالطريقه بعد ان تظهر هاي النتائج. ما اعرف اذا جاوبت صحيح او لا. هي المهم يعني دكتور عوني الباي باك بيريد ايش قد، هذا إيه. مهم. فضمن الاختبار مالتكم اذا تحققتوا هذا الشيء يعطي على الاقل البيت البيئي الحالي، بس انتوا تقدرون تقولون هذا يعني قد يكون يعني مكلف حاليا، لكن اذا عرفنا فد رينج للباي باك بيريد اصور هذا راح يساعد، وممكن مستقبلا تتطور التكنولوجيا بحيث تقلها الكلفه بحيث الباي باك بيريد يكون اقل، ذاك الوقت يكون اقتصاديا افضل، ومن ناحيه الاستدامه الاقتصاديه يكون انجح وقابل للتطبيق. إضافة لكلامك يعني مثل البي في سيستم مال السطح كلف $20,000، الآن الصين تنتج بنصف هذا المبلغ، وبالمستقبل وهكذا هاي التكنولوجيا للسستينابيليتي راح يصير انخفاض مثل ما تفضلت، فالكلفة راح تكون more and more practical إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق، شكرا جزيلا، وشكرا أستاذ أحمد. شكرا حبيبي دكتور، شكرا يا اهلا وسهلا بك. دكتور حسام تفضل. دكتور حسام تفضل. السلام عليكم، شكرا جزيلا استاذ احمد. اهلا وسهلا بك. نعم الله يحفظكم، شكرا جزيلا استاذ احمد، شكرا جزيلا دكتور عوني، محاضره شيقه جدا يعني اتس فيري انترستينج. حتى ما أطول عليكم عندي أسئلة محددة، يعني أبتدي من ما انتهى الكلام دكتور عوني من ناحية دراسة الجدوى، من ناحية الكوست أناليسز. أعتقد من ناحية الكوست أناليسز لأن التكنولوجيز راح تظل تتطور، لذلك راح يصير انخفاض بالكوست. بس سؤالي هو هل كان مقارنة مع حتى أو يكون يعني ممكن يكون simulation مع بناية مماثلة إيش قد يكون energy efficiency؟ يعني أوكي أكو comfort air quality زين 4 شهور اللي هذا ممكن يحقق energy efficiency كلش عالي، فأكو دراسة بهذا الاتجاه. والناحية الثانية ناحية الجدران والديزاين للهاوس شلون فكرتوا بيه؟ يعني هو يعني very interesting. هل من ناحية الجرين هاوس غاز إميشنز للمانيفاكتشرينج للوالز أو للمواد الإنشائية، هل تم استخدام مواد إنشائية صديقة للبيئة أو اعتماد هذا الشيء، أو ممكن تكون يعني فكرتوا بيه للدراسات المستقبلية؟ والسؤال الثاني هو بالسلايد رقم 23 اللي هو فوتوفولتيك، اتجاهها كان معتمد حسب ما ممكن يكون استيضاحي، اتجاهها كان معتمد على حتى يساهم في حركة الرياح، فشون كان الدمج بين حركة الرياح وبين الانرجي افشنسي اللي ممكن
تولد عن طريق الطاقة الفوتوفولتيك اللي مثل ما نعرف هو اتجاه الجنوب بدرجة بزاوية معينة، هو ممكن يكون أفضل شيء من ناحية توليد الطاقة للفوتوفولتيك. فشون كان الدمج مع هذا الأمر يعني مع حركة الرياح؟ أعتقد اللي نذكر نورت أو هيك شيء، فهذا يكون interesting اللي إنه نعرف شون كان الدمج بهذا الموضوع. وشكراً جزيلاً. جزيل الشكر دكتور حسام. حقيقة النقطة المهمة الأولى، كيف نقارن هذا البيت ببيت آخر حتى نشوف الفوائد الادفانس. حقيقة هذا الموضوع لسه ما قدرنا يعني نشتغل عليه، لأنه we are trying to get a standard typical modern Omani house اللي هو الآن دين بني في مسقط. يعني we want to standardize a sample يجمع بين أشياء كثيرة، وعلى الأغلب هذا السامبل مقارنة بصورة عامة is not a very efficient energy building. فهذا بنسوي الستاندرد typical سامبل حتى نقارن البيت اللي حقيقة هذا ما بدينا به الآن، بس بدنا نتحدث عنه لأنه هذه مو سهلة. يعني أنت يعني تقارن مقارنة فعلية بين ستاندرايزد وهذا. النقطة الأخرى دكتور حسام، الجدران على سبيل المثال مبنية بثيرمال بلوكس اللي أول مرة بدأ بيها هذا الإيكوهوس في مسقط، والآن سمعت جبناها من دبي، والآن أكو معامل بدأت تنتج لايت ويت بلوكس انسليتينج بلوكس، وعملنا 20 سنتيمتر بعدين 5 سنتيمتر كافيتي وبها ثيرمال انسليشن، وبعدين 15 سنتيمتر أوتر شيل. فإتس فيري ويل كالكوليتد ثيرمال والز. فيما يخص الـ PV panels، طبعاً بالتأكيد هذه نقطة في غاية الأهمية. الـ PV panels it's sloping 23.5 degrees to the south، تتجه نحو الجنوب 23.5. يعني كرول أوف ثامب السلوب مال الـ PV panel تقريباً الـ altitude مال المنطقة، إحنا الـ latitude سوري، يعني مسقطة 23.5 الـ optimum slope تقريباً 23.5، لأنه هو it's not a movable panel، لأنه بالشتاء لازم السلوب يكون حوالي 45 degrees، بالصيف should be flat، فإحنا بما أنه not adjustable فthis is the optimal. لحسن حظنا يعني خلينا نقول أنا رئيس الجامعة هم وقت سألني قلت له شلون، قلت له شلون دبرتها، همني sloping to the south والريح شمالية شرقية تجي بالضبط، يعني رهمت وحده ويا الاخ الشمال تفوت جوا البانل. فقلت له والله هذا حسن حظي انا، الله جاب لي الرياح تيجي من الشمال والرياح من الجنوب كان مشكله اخرى يعني. فهكذا يعني اتس بيرفكت كومبينيشن. وبالمناسبه استاذ حسام، هاي الرياح تبرد تدخل جوا البي في بانل، تبرد السقف وتبرد البي في بانل، لانه البي في بانل من ترتفع درجه حرارتها يصير في loss of efficiency، يعني efficiency مالته. احنا هاي المشاكل عندنا بالمناطق الحارة. وشكرا، شكرا جزيلا. استاذ كاظم تفضل. نعم استاذ احمد، شكرا جزيلا، شكرا دكتور عوني على المحاضره. بس سؤال دكتور جاني بصراحه يعني على مود الفورم مال البيت والاتشيب، و يعني
صراحة يعني جلت في النقطة، يمكن أنت حضرتك عرضت لها أو لا. الفلور بليتس اللي هو the depth of floor plates of the house، يعني أنا عجبتني إنه أنتم مخفرين البيت في منطقة السكوبرز اللي هي north and south، otherwise يعني معناه ما راح يصير visible، لأنه البيت إذا الفلور بليت إذا كان كبير معناه الهواء ما راح يحصل ال enough pressure حتى يدخل الهواء ويطلع. فكانت هذه النقطة المقصودة. والسؤال الثاني يمكن عرض له دكتور حسام بخصوص الاورينتيشن مال البيت، هل كان بداية التصميم انه البرايورتي للدايركشن مال البيت انه تكون يعني رايت ذا واي بالضبط نورث نورث ايست، لانه البيت هسه من الدايركشن مالته نورث ساوث، فهل فكرتوا انه يكون مباشرة نورث ايست ساوث ويست؟ شكرا دكتور. جزيل الشكر استاذ كاظم. طبعا يعني احنا التصميم الاتش شيب اشتغلت به فتره طويله جدا، وناقشته مع هوايه ناس، وسوينا له ايكوتك سيميليشن، وهذا الاتش شيب ما راح نقول بيرفكت، لكن يتعامل جيد جدا مع ظرف مع حركة رياح إضافة إلى الظلول هذه. طبعاً كنت أتمنى أقدر نسوي الأورينتيشن نورث إيست ساوث ويست، لكن حكمة السايت ما أنه هكذا، يعني على الأقل حصلنا نورث وساوث، فتدي الضرورة أحكام، ما كل ما يصبو إليه المرء يطلبه يحصل عليه، فهذا هذا the closest possible. Oh, by the way, احنا لما نقول northeast prevailing wind ترى حقيقة يعني أنا ما دخلت في التفصيل، إذا أشوفك ال wind roses it's not just northeast, it's fluctuate ترى it's not it تروح north، يعني أكو fluctuation موجود، فتقريبا يعني you cannot get a perfect solution, this is the closest possible solution. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا استاذ كاظم. يمكن اخر مداخله من حسام، بس ما يفتح المايك، ما اعرف ليش ما دا انا فتحت المايك. تفضل. بعد هذه المحادثه الشيقه جدا والحوار الغني جدا من دكتور عوني والسادة الزملاء، يعني أرجع تاني أقول لك أنا برفع لك شابو للقبعة لهذا العمل الجميل، وفي نفس الوقت طب وماذا بعد؟ هو ده سؤالي الآخر. إحنا عملنا بيت بيئي، هل البيت بيئي هيعيش البيت لوحده، ولا لو كان مجموعة بيوت وتكون قطاع سكني هل هيتم تغييره، خاصة هتبقى مباني مجاورة؟ هل يختلف لو قلنا ان هذا البيت لو حبينا نطبقه في المنطقة العربية في العراق في مصر و هل هناك متغيرات؟ هذه نقاط بحثية مطلوب الإجابة عليها، لكي ليس ليكون موجودة بس في مسقط، ولكن بتكراره ووضع بعض المحددات الكوليسترينز في حالة انتقاله من مكان إلى آخر. وأشكرك يا دكتور عمون. جزيل الشكر أستاذ حسام. حقيقة this is a research project, it's not a prototype، يعني ما نقدر نقول نجيبه هذا التصميم على طول ونكرره عشرات المرات أو مئات المرات نسويه مجمع. احنا الآن في مشاريع housing project نحاول نبيع الأفكار إلى هذه المشاريع لكي نعطيها نتائج القياسات والبحوث، وفي هذه المشاريع قد تنتقى بعض المزايا لهذا البيت وليس جميعها. النقطة الأخرى،
لا يمكن تعميم هذا النموذج بصورة عامة على الوطن العربي، لأن الوطن العربي في مناطق صحراوية ومناطق رطبة ومناطق جبلية، هذا يشتغل تقريبا في الخليج اللي هو صحراوي رطب بحري. يعني شوف كيف تعاملنا مع لما نقول البحر في سبب أنها الرطوبة العالية، فعندنا مشكلة الرطوبة، عندنا الرياح تتنقل بين النسيم البر والبحر. بالتالي احنا راح نبيع الميثودولوجي وليس التصميم. We're coming out with so many results يؤخذ منها بعضها. يعني على سبيل المثال انا اليوم محاضرتي عن التهوية، بس في محاضرات سابقة تحدثت عن عديد من الأشياء في البيت البيئي. لو نأخذ على سبيل البي في بانل سيستم، هذا جربنا شيف المشاكل مالته، كيف علاقة البي في بانل مع، يعني احنا لسنا فقط لسنا شركة منتجة للبي في بانل، ولكن احنا جهة جربنا مشاكل البي في بانل وكيف التقاء البانل مع بعض وكيف يصير شورت شورتج، يصير شورت بالكهرباء، وكيف التلوث، كيف ننظف البانلز، وكيف تستهلك، وكم تبيع، وإلى آخره. وهكذا ينطبق عن الدبل شيل، النباتات المتسلقة ومشاكلها، ينطبق على الفاونتين والمياه تحت الأرض كيف نبردها، وهكذا دوالك. فwe try to come out with many sub ideas للمستقبل، وإحنا نتفاوض حول مشروع بتكرار حتى يكون التحدي الأكبر والاقتصاد يكون بالدرجة الأساس هو الفاعل. وشكرا. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا دكتور حسام، وشكرا جزيلا دكتور عوني على هذه المحاضرة القيمة والشيقة اللي احنا علمتنا على هاي محاضراتك الحلوة واللطيفة والغنية بالكثير من المعلومات في مجال العمارة الخضراء، وما شاء الله عليك، يعني ما شاء الله عليك. شكرا جزيلا لجميع الحضور، وشكرا إلى جميع فريق العمارة الخضراء لتحضيرهم وترتيبهم هذه المحاضرة، ونشكر دكتور عوني وجميع الحضور وجميع اللي داخلوا معنا. وتصبحون على خير، ونلتقيكم إن شاء الله بنشاط جديد لنشاط فريق العمارة الخضراء. شكرا جزيلا، مع السلامة.